رجعنا لكم مره ثانيه مشاهدينا على الهواء مباشره، مكملين معاكم وجه ميعادنا مع الفقره الدينيه اللي هنتكلم فيها على رحله الاسراء والمعراج. الحقيقه من فتره قريبه احتفلنا بيوم الاسراء والمعراج، ولكن قد يكون ظروف الانتخابات الرئاسيه خلتنا ما نديش لليوم ده حقه 100%، وكان لازم نقرب مره ثانيه من رحله الاسراء والمعراج، هذه الرحله الرائعه بكل ما عنيها والمعاني المستفاده منها. الحقيقه لالقاء الضوء على هذا الموضوع هيكون ضيف وضيفنا ضيف وضيفكم وشرفنا النهارده داخل الاستوديو فضيله الشيخ حمدي سلامه امام وخطيب مسجد الامام الحسن. برحب بيك فضيله الشيخ. مرحبا استاذ ايمن ضيوف. الحقيقه رحلة الإسراء والمعراج اللي حصلت في الرسول عليه الصلاة والسلام رحلة رائعة، ولكن خلينا نتكلم امتى حصلت بالتحديد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه وبعد. رحلة الإسراء والمعراج حدثت في العام العاشر من الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم عانى معاناة شديدة قبل هذه الرحلة، عندما حوصر في شعب بني طالب 3 سنوات وأوذي إيذاء شديدا. ماتت في هذه الفترة السيدة خديجة رضي الله عنها، ومات عمه الذي كان يدافع عنه، فسمي هذا العام العاشر بعام الحزن. ثم أراد أن يخرج من هذه الفترة الكئيبة العصيبة عليه وعلى صحابته وعلى الحواريين الذين كانوا معه. ذهب إلى الطائف، ولكنه عاد من الطائف أيضا كسيف البال حزينا، فرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى بدعاء مشهور معلوم: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنزل ملك الجبال: يا محمد مرني أن أطبق عليهم الأخشبين. قال: أرجو أن يأخذ الله تبارك وتعالى من أصابين من يقول لا إله إلا الله، ولم يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الرحلة عاد إلى مكة داخلا في جوار رجل من المشركين سمى المطعم بن عدي، فكان صلى الله عليه وسلم كأنه قلاه أهل الأرض، فقال الله تعالى: إن كان أهل الأرض قد قلوك فإن الله تبارك وتعالى يقول لك: ما ودعك ربك وما قلى، فسندعوك إلى رحلة ربانية إلهية بالجسد والروح لترى فيها ما يقر عينك ويفرح فؤادك، وتكون هذه الرحلة بمثابة المكافأة والمكاشفة وعين اليقين الذي هو علم اليقين عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يريه من آياته الكبرى. فضلت شيخ معنى كلمة الإسراء والمعراج، الحقيقة الناس بتحتار، إيه معنى كلمة الإسراء والمعراج؟ نعم، الإسراء هو من ثرى، وثرى لا تكون إلا بالليل، وثرى جاءت في قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. انظر إلى الألفاظ، سبحان لا تدخل إلا على الشيء المعجز التي تدخل عليه. سبحان الذي أسرى بعبده، فالله هو الذي أسرى بالعبد، والعبد هنا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والإسراء حدث بالكتاب والسنة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه معا، والرؤيا التي رآها لم تكن رؤيا منامية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث السيدة أم هانئ عما رأى وشاهده وهذه الرحلة الأفقية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي نزل سيدنا جبريل بالبراق، فركب النبي البراق وصار إلى هذه الرحلة الأفقية، ثم بعد ذلك كانت رحلة المعراج وهي الرحلة الرأسية من الأرض إلى السماء. فصارت عندنا رحلتان: رحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ورحلة من المسجد الأقصى إلى بيت العزة، إلى ملكوت الله تبارك وتعالى في السماء الأولى والثانية حتى السابعة، حتى سدرة المنتهى، حتى دخل إلى مكان لم يدخله لا إنس ولا جن ولا ملك،
حتى سيدنا جبريل الذي هو يعتبر رئيس الملائكة لما سار مع النبي صلى الله عليه وسلم في الرحلة الرأسية قال للنبي: يا محمد أنا هنا، مقامي ومكاني قد انتهى، أما أنت فتقدم. مع أن سيدنا جبريل مخلوق من النور، والنور لا يتأثر بالنور، ولكن النور عند الملائكة له مثلا مقدار معين من الفولت، فلو تعدى هذا الفولت لاحترق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم المخلوق من نطفة، المخلوق من طين الذي شكله الله تبارك وتعالى، وصل إلى هذا المكان وقيل له: يا محمد لو تقدمت أنت اخترقت، ولو تقدمت أنا احترقت. فتقدم إلى الحضرة الإلهية، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وصل عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن ما في هذه الشجرة التي جذعها في السماء السادسة وفرعها في السماء السابعة وما بين السماء السادسة والسابعة 500 عام بالسنة. هل هي سنة بالسنين العادية التي عندنا؟ النبي قال في الحديث: ما بين السماء الأولى، ما بين الأرض والسماء الأولى 500 عام، وما وسمك السماء الأولى 500 عام، وسمك وما بين السماء الأولى والثانية 500 عام، وسمك السماء الثانية 500 عام. قس في هذا، اطلع 500 500 500 حتى تصل إلى السماء السابعة 500 في 500 في 500 في 500 ثم السمك 500. إذا عدد مهول. الألوسية هذه السنين بالسنين الضوئية. أقرب كوكب إلى الأرض قال هو الشمس، وبيننا وبينه 8 دقائق ضوئية، دقيقة ضوئية الضوء يسري فيها حوالي 300,000 كيلو متر في الثانية. فتخيل بقى يعني، فالعقل يعني لا يتخيل هذه العظمة، هذه الرحلة. ولما يكون ربنا هو الذي أسرى، ما تقول كيف بالروح أم بالجسد؟ قال ربنا الذي أسرى به. حتى إن المشككين عندما تشككوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قالت السيدة المهاني: يا رسول الله لا تحدثها بهذا القوم حتى لا يكذبوه. قال: والله لا أحدثن القوم بهذا وإن كذبوني. إذا لو كان الأمر منام ما كان حد يعترض على المنام. أنا وأنا نايم النهاردة رحت أمريكا، وبعدين رحت الصين، وبعدين رحت ماليزيا، وبعدين رحت سنغافورة، وبعدين رحت السعودية، وبعدين رحت مصر، وبعدين رحت العراق، ما حد يقولك أنت كذاب. ولكن إذا قلت لك أنا رحت البلاد دي كلها في جزء بسيط من الليل، تقول كيف هذا؟ حاجة ما تعقلش، حاجة لا تعقل. فأنت عقلي وعقلك وعقل البشر يستوعب طاقة معينة من دخول الأفكار، أما عندما يتدخل المولى تبارك وتعالى في الأقدار فالغ عقلك فلن تستوعب ذلك. فهو الذي أسرى ولم يسر النبي بنفسه، ولكن أسري به صلى الله عليه وسلم. والسلام. طب خلينا نتكلم على الدروس المستفادة من هذه الرحلة الرائعة. أكيد احنا طلعنا بدروس كتير جدا من الرحلة دي، خلينا نتكلم على بعض هذه الدروس المستفادة. أولى هذه الدروس: الإيمان المطلق بالله تبارك وتعالى أنه القادر المقتدر الذي يعني يقدر على الأشياء التي تكون مستحيلة بالنسبة للبشر. ولذلك من أولى عوامل إيمان المسلمين ليس إقامة الصلاة ولا إيتاء الزكاة ولا أركان الإسلام، ولكن كما قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب. لا ريب فيه. تمام كده. الذين أو أولى هذه الكوامل أو العوامل: الذين يؤمنون بالغيب، ثم بعد ذلك ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يقولون. فقبل أن تصلي وتصوم وتزكي وتحج وتقيم أركان الإسلام لابد أن تكون مؤمنا بالغيب، لأن الغيب من كوامل الإيمان المطلق الذي حدثنا به وصدقناه. هل رأيت يوم القيامة؟ أكيد لا، ولكنك صدقت به. هل رأيت علامات يوم القيامة؟ لم ترى. هل ترى الصراط؟ هل رأيت الصراط؟ لم أرى الصراط. هل رأيت الجنة والنار؟ لم أرى كل ذا. هل رأينا الملائكة؟ لم نرى الملائكة، لم نرى هذه الأحداث والأحوال يوم القيامة، ولكننا صدقنا وآمنا به لأنها من كوام الإيمان. فمن كوام أن تؤمن بالله واليوم الآخر وملائكته ورسله والقدر خيره وشره. فلذلك هذا الدرس الأول من دروس هذه الرحلة الإيمانية العظيمة. حضرتك ذكرت الحقيقة أن رحلة الإسراء والمعراج كانت بالروح والجسد. نعم. ولكن لكي يعني نبعد المشككين خلينا نقول بعض الأدلة. نعم. سيدي الفاضل أبو جهل اللعين عندما مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في، قال: يا محمد هل من جديد عندك؟ قال: نعم، أسري بي الليلة من المسجد الحرام، والحديث صحيح، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال: بجسدك وروحك؟
قال نعم. قال لو حدثت القوم لتحدثنهم بهذا؟ قال نعم. أبو جهل فرح فرحا شديدا وقال لك بس جات لي الفرصة, التي يعني أهزم بها محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم. وجاء قال يا قوم إن محمدا زعم أنه أسري به الليلة في الوقت الذي نقطع 40 يوما بالإبل ذهابا و40 يوما في العودة, هل يصدق تصدقون ذلك؟ فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد ذهبت وشاهدت المسجد الأقصى وصليت بالأنبياء. قال فارتد بعض الناس, لذلك ربنا قال في سورة الإسراء أيضا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس فارتد بعض الناس. سيدنا أبو بكر لما سمع قال أصدقه؟ قال والله إني لا أصدقه بالأمر يأتيه من السماء, أفلا أصدقه في رحلة بسيطة في على الأرض, ده أنا أصدقه فسمي الصديق. قال له طب ما العلامات اللي حضرتك سألتها, ما العلامات التي تجعلك صادقا؟ قال والله وأنا في الطيف رأيت عيرا لقريش في جبل كذا وفي مكان كذا كان يسبقهم جمل من صفاته كذا وكان عندهم إناء مغطى فنزلت وشربت منه ثم تركته, ثم هم يأتون في الصباح في الوقت المحدد فقالوا ننتظر. فلما أشرقت الشمس قال رجل طلعت الشمس, وقال الآخر ولكن العير لم تأتي, فقال رجل معيد لا ولكن العير قد أتت يتقدمها جمل كذا وصفته كذا ولونه كذا. جاءت الدليل. فقالوا لا, إذا صف لنا بيت المقدس باب وعمود عمود وحائط حائط. النبي لم يشاهد هذا تفصيليا ولكن صلى بالنباء فجلي له بيت المقدس كأنه شاشة كما نراه أو كما يرون الآن, وظل يصف لهم هذه الوصفات لدرجة أنهم أبهروا بهذا الوصف الدقيق الذي لا يعرف أن يصفه إلا من كان يصف وهو يشاهد. نعم تمام. هذه هي بعض الدلائل التي تدل على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أسري به بالجسد والروح معا. ولقد رأى من آيات ربه سبحانه وتعالى الآيات العظيمة التي تجعل نبينا صلى الله عليه وسلم رآها رؤيا العين, فلذلك عندما قال الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى, فرضي النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب وقف بين يدي الله تبارك وتعالى وفرض عليه الفرض العظيم الذي هو فرض الصلاة التي لم تفرض على الأرض ولكنها فرضت في السماء السابعة لعظم هذه الصلاة, لأن الصلاة بأركانها وآدابها وواجباتها فيها من جميع الأركان. أنك مثلا عندك ما عندك مال لا عليك حج, عندك مرض ليس عليك صيام, لا وهكذا, ما لا ليس عليك شيء, لكن الصلاة تشتمل على كل هذه الأركان. فأنت عندما تصلي تشهد الشهادتين, عندما تصلي كأنك تحب لأنك تتجه إلى بيت المقدس, عندما تصلي لا تأكل ولا تشرب فكأنك صائم لله تبارك وتعالى, عندما تصلي فأنت تضحي بوقتك الذي إن عملت بهذا الوقت جاء إليك رأس مال فكأنك تزكي بهذا الوقت. فالصلاة جمعت هذه الأركان وهي التي فرضت في السماء, فلذلك فرضها الله تعالى في الأول 50 صلاة ثم خففت إلى 5, فقال يا محمد هي 50 في العمل 50 في الأجر والحسنة بعشر أمثالها. وهناك لطيفة من اللطائف, أنت سألتني قبل البرنامج سيدنا موسى مع سيدنا محمد والحوار, لماذا كان سيدنا محمد ينزل على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا موسى يقول له يا محمد ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإني قد ابتليت بأمة قد يعني وضع عليه فرض الصلاة 2 ركعتين بالليل و2 ركعتين بالنهار ولكنهم لم يتحملوا ذلك فارجع إلى ربك واسأله التخفيف, فكان يذهب ويعود يذهب ويعود. فقال العلماء سيدنا موسى طلب هذا لأنه في الدنيا طلب أن يرى الله تبارك وتعالى رؤيا العين ولكنه لم يجاب إلى هذا الطلب. فلما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وقف بين يدي المولى سبحانه وتعالى ووقف بين النور ورأى النور, فكان سيدنا موسى يتمنى
أن يذهب ويجيء محمد حتى يأخذ من نور الله الذي على نور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم رأيه في الدنيا، فكأنه رأى من أنوار الله تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يقتبس من هذه الأنوار. فضيلة الشيخ، الحقيقة دروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج لا تنتهي، وأكيد هيكون لنا مزيد والمزيد من اللقاءات لكي نقترب أكثر وأكثر من أسرار هذه الرحلة الرائعة. فضيلة الشيخ حمدي سلامة، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسن، شكرا لوجودك معنا النهارده، وان شاء الله مزيد من اللقاءات. مشاهدينا، خلصت فقرتنا الدينيه، ولكن فقره نهار السعيد مستمره، تابعونا ولكم بعد الفاصل.